المواطن المغربي ينبغي أن يعيش في كرامة معتداً بنفسه معتداً بدولته معتداً بمجتمعه، وأن لا تبقى له تلك النظرة النمطية إلى الشرطة وإلى الدرك وإلى كل، يعني هنالك نظرة نمطية للمواطن نحو السلطة، وهو أن السلطة وضعت لكي تقمعه. يعني الأغلبية الساحقة لديها هذه الفكرة. ينبغي أن نصل إلى السلطة، أن المواطن عندما يرى السلطة يطمئن بها لأنها تعميه. عندما نسمع السلطة في خدمة الشعب ينبغي بالحق والحقيق أن تكون في خدمة الشعب. العنف ككل ولا زال مهيمنا، يكفي أن تذهب إلى البادية وتقوم بجولة بسيطة جدا وترى ماذا كيف يتعامل رجال السلطة مع المواطنين في البادية. الناس في البادية لا زالت لديهم تلك الفكرة عن السلطة، أن السلطة كما يقولون البحر والمخزن والنار ينبغي أن تحذر منه. لا زالت هذه الفكرة مرسخة في أذهان الناس بالبادية. وإذا أراد الإنسان أن يكون موضوعيا هنالك نوع من التطور، يعني لا يمكننا إذا أردنا أن نكون منصفين أن نقارن اليوم بالأمس. الأمس يعني ماذا أقول، كان الرعب والمهيمن، الآن هنالك نوع من الحرية، هامش، أقول هامش من الحرية، ولكن مع الأسف الشديد في هذا الوقت بالذات بدأت تتراجع المكتسبات التي كانت لدينا، أخذنا نفقدها الواحدة تلو الأخرى مع الأسف الشديد. وهذا الموضوع فعلا احنا ليست السلطة التي تمارس العنف أو التعذيب أو غير ذلك، مجتمعنا فيه كثير من العنف، احنا يوميا نرى ماذا يقع في شوارعنا وفي مدننا وفي قرانا. التعليم هو نقطة جوهرية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا أردت أن تبني مجتمعا صالحا فعليك أن تبدأ بالتعليم. التعليم مع الأسف الشديد يعيش أزمة خانقة، وكأننا نريد أن نتخلص من التعليم، وأنتم ترون التردي الذي وصل إليه التعليم. أعتقد أن بالتعليم محاربة الأمية هنالك ينبغي، عيب وعار أن يبقى في المغرب أمي واحد. منذ الاستقلال إلى يومنا هذا كان هنالك أكثر من نصف قرن ولا زالت الأمية مهيمنة في مجتمعنا. فإذا حاربنا الأمية وإذا كان لنا تعليم في المستوى، فأعتقد أن هذا العنف يعني سيزول منه 8%.